نشأ طبعا خلنا نقول التميز وحب التخصصات العلمية بدأ في المدرسة وفي مرحلة الثانوية. كانت عندي الاهتمامات اللي هي تعلم الأشياء الغامضة، الأشياء اللي أشوفها تثير استغرابي. إثارة الاستغراب أحد السبل اللي تجعلني أبحث وأقرأ وأتعلم المزيد. خلال دراستي لمرحلة البكالوريوس طبعا كنت أنا المواطن الوحيد أو العربي الوحيد في الجامعة الذي يدرس هذا التخصص. طبعا لما نجحت تجربتي في اختراع البصمة الوراثية وشفت الانبهار اللي أبدت الجامعة والعلماء في الجامعة، قررت بأني أشارك وأعرض البصمة هذه في أحد أعرق وأكبر المؤتمرات المختصة في مجال تطبيقات الحمض النووي في المجال الجنائي. قامت القيادة الرشيدة بالتوصية على نشر وتعميم هذا الاختراع الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يعتبر اختراع عالمي وعلى مستوى العالم. أول الأشخاص اللي كنت أقتدي فيهم هو أبي ووالدي الله يطول في عمره، كان لي كمثال مشرف دائما أقتدي فيه. التميز هذه، النظرة اللي ينظرون إليها، هاي النظرة شجعني أكثر، حفزتني أكثر. فرحتهم هذه حسيت بأن التعب اللي تعبته نلت أحد الأهداف اللي أبغي أحققها. لم يكن لدي علم بأني أحد المرشحين لهذه المبادرة، ولله الحمد ياني الاتصال بأن تم اختياري لأن أكون أحد المكرمين في هذه المبادرة. فرجعت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بما أني كنت خارج الدولة، حضرت التكريم وتشرفت بلقاء سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتقليدي الميدالية. ومن بعدها كان اليوم التالي رجعت إلى المملكة المتحدة لمناقشة رسالة الدكتوراه، ولله الحمد تم الاجتياز بنجاح. أطمح الآن بنقل معرفتي والعلم اللي تعلمته بتطبيقه في هذا المجال اللي هو مجال الجنائي، وأكون بروفيسور في هذا المجال، أنقل معرفتي للمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى الإبداع وإيجاد كل ما هو جديد ويخدم الأدلة الجنائية. إذا اليوم أنت حبيت المجال اللي تقوم فيه وتعلم فيه، فلا بد أنك تبدأ. لا توجد حدود للتطوير وللإبداع وللتميز. التميز موجود في كل المجالات.